الطلعة دي أنا وفريق إيجيبت برجمان رايدرز قلنا نروح نجرب مطعم جديد موجود في زهراء المعادي في شارع مكة، والمكان ده اسمه أولاد رزق وفاتح بقاله فترة. عنده الحمام طعمه ما أقولكمش عليه، والكباب والكفتة والطرب والريش والشيش من الآخر. أولاد رزق عامل لصفحة أكلة عدنان تخفيض 10% لغاية العيد الصغير. والاختراع بقى اللي انتوا عارفينه، ان انا ما بسيبش العرض اللي لما يكون لازم يكون متظبط من كل حاجة، صفحة أكلة عدنان يكون ليها علامة في المكان. فقالوا لي نعمل ايه؟ قلت لهم اعملوا لنا الصينية اللي احنا بنحبها، لازم يكون فيها كل حاجة من اول طقطق زي ما بيقولوا لغاية سلام عليكم. يعني موجود في الصينية دي جوز حمام وكباب وكفتة وفرخة مخلية وقطع ستريبس، وعندكم حواوشي وعندكم رز والمحاشي وكل حاجة كمان ب500 جنيه ومعاها كمان طاجنين هدية. والعرض دون لغاية العيد الصغير يا جماعة، ومعاهم السلطات والعيش وبيبسي. أولاد رزق علامة جديدة الواحد مبسوط بيها في عالم المشاوي، وعامل كمان وجبات للناس اللي حابة تفرق في رمضان، وتمن الوجبة 30 جنيه. أولاد رزق لما روحت عنده دخلت المكان جوه لقيت كل الناس شغالة والنظافة موجودة في المطبخ. الراجل الكبير المحترم دون ببعت له سلامي، وببعت لكل الناس المحترمين اللي اشتغلوا في مطعم أولاد رزق، لأن فعلا الناس دي تستحق إن أنا أشكرها لحسن استقبالهم ليا. فأنا بصراحة قلت أطلب الصينية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، تمنها 500 جنيه لمتابعي أكلة عدنان. إحنا طلبنا بالظبط في حدود 5 صواني على 25 نفر، ومعاهم الطواجن بتاعتهم والرز والمحاشي كمان يا جماعة. كل حاجة إحنا بننقيها وبندقها كده وبنقول لكم اتفضلوا معانا ودقوها. كل الشكر للمتابعين المحترمين، وبشكر مشاوي أولاد رزق على العرض الجميل، وبشكر كل فريق إيجيبت برجمان رايدرز على دعمه ليا، وبقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وانتظروا عروض كتيرة ليكم.